رسالة دعم وتأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي لم تتوانى أبدا عن تقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني طوال المراحل السابقة، وهي اليوم تكون سباقة بإنشاء أكبر مستشفى ميداني، أكبر وأضخم مستشفى ميداني في قطاع غزة، وأيضا بالمكرمة التي أعلن عنها سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خروج 1000 من الجرحى وخروج 1000 من مرضى السرطان. اليوم نهنئهم ونشكرهم، خاصة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات بالتزامن مع افتتاح هذا المستشفى الذي نأمل أن يخدم جرحانا وأبنائنا في ظل هذه الظروف المأساوية والكارثية. كما تعلم انهيار القطاع الصحي، وخاصة أنه في مدينة رفح هذه المحافظة التي لا يوجد بها مستشفى كبير إلا مستشفى صغير جدا هو مستشفى أبو يوسف النجار، يأتي هذا المستشفى الميداني في هذا الوقت ليخدم ما يقارب الآن وصل العدد إلى 900,000 بين مواطن ونازح، وبالتالي نحن نقول هذا الأمر في غاية الأهمية وسيكون له نقلة نوعية في مجال القطاع الصحي، وبالتالي نأمل الخير الكثير من وجوده في مدينة رفح. المستشفى الميداني الإماراتي يحتوي على 3 غرف عمليات جراحية بالإضافة إلى 3 غرف عناية مركزة بالإضافة إلى أشعة مقطعية وهي الأولى في مدينة رفح، بالإضافة إلى غرفة أشعة سينية ومختبر وأيضا صيدلية وعنابر لتنويم المرضى تتسع إلى 150 مريض. الرسالة هي نحن أخوانكم جينا إلى مساندة ورفع المعاناة عن سكان غزة المدنيين. هذه المستشفى ميداني لأول مرة يكون في مدينة رفح بهذا الحجم، بهذه التجهيزات، بهذه الطواقم المتخصصة، باسمي وباسم الشعب الفلسطيني كله ووزارة الصحة خاصة نبرق أجمل معاني الشكر والعرفان لإخواننا في الإمارات العربية المتحدة أميرا وشعبا وحكومة، باسم الشعب الفلسطيني كل الشكر والعرفان. المستشفى مجهزة بما يعني يكفي، لكن نحتاج إلى أسرة زيادة حتى نستطيع أن نقول رفح في مأمن بخصوص أسرة المبيت في داخل مدينة رفح. مرة أخرى أبعث بكل آيات العرفان والشكر لإخواننا وأحبائنا في إمارات العز وإمارات الكرم. المستشفى أتت في معادها، يوجد عندنا نقص في أسرة المبيت، يوجد عندنا نقص في الأجهزة الطبية، يوجد عندنا نقص في الأدوية، يوجد الطواقم الطبية أثقل كاهلها وتعبت، فالمستشفى نحن بحاجة لها وأتت في الميعاد المناسب.